في داخلي أؤمن كثيرا بأن وجود مجلس يضمنا جميعا هو عمل رائع، عمل رائع مسيحيا، وعمل رائع اجتماعيا، وعمل رائع أمام المجتمعات التي نعيش فيها. ونحن نحتفل بتذكار 50 سنة، يأتي إلى ذهني المزمور الأول الذي يقول: تكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه، ورقاها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح. المجلس في تاريخه في سنواته 50 هو بمثابة شجرة مغروسة. أي يوبيل هو فرصة لثلاث حاجات: للتذكر، نتذكر إيه اللي حصل زمان، وبشكر بنشكر عليه ربنا وعلى، وبنشكر كل الناس اللي اشتغلوا سابقا وحاليا، وكمان نظرة مستقبلية لرؤية المستقبل، وده اللي احنا عشنا منه جزء كبير جدا في هذه الاحتفالية الرائعة اللي فيها قدسة البابا كمان بيستقبل وبيشجع وبيعضد، ومش بس بالكلام لكن بالفعل وشهادة الحياة كمان. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكل تأكيد هي لها دور محوري في المجلس، أنها مؤسسة من الكنائس المؤسسة لهذا المجلس، وفي نفس الوقت دورها الفعال في المجلس. عندنا وجود دائم في المجلس، وعندنا الأمين عام كان موجود الأستاذ جرج الصالح، وفي نفس الوقت دور الكنيسة الفعال في كل أنشطة المجلس، سواء كانت الأنشطة دي أنشطة شبابية أو أنشطة عامة. ترويج لثقافة المسكونية ولمفهوم المسكونية ولذهنية المسكونية كان تحدي كبير، ما كانت تتقبله الناس، لأنه كل واحد كان متمترس أو مختبئ في كنيسته ويرفض التحاور مع الآخر ما عدا قلة قليلة. هذا كان التحدي الأساسي. نحن في سعادة غامرة للاحتفال باليوبيل الذهبي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي تأسس في عام 1974، جاء بصلوات كثيرة رفعت إلى الله لكي ما يتحقق هذا المجلس، وهو أحد نتائج تأسيس مجلس الكنائس العالمي في سنة 1948. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم.